أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أو سيدة أعمال. رحبوا معنا اليوم بضيفنا المميز الأستاذ أحمد. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا فيكم. ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من ABC. شرفتونا، أهلا وسهلا فيكم. ممكن تخبرنا عنك وعن بداية الشركة في دولة الإمارات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء برحب فيكم بالأسرة الكريمة في إذاعتكم. يا أهلا وسهلا فيكم بشركتنا المتواضعة. بصراحة نحن إلنا تقريبا هلا حوالي سنة وثلاثة شهور على أرض الواقع بدولة الإمارات دبي تحديدا. شركتنا هي شركة اسم كاتشنجو ليموزين، السيارات الفاخرة، يعني عبارة عن مواصلات السياح بالبلد. والحمد لله رب العالمين، يعني كانت تجربة ناجحة والحمد لله، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل يكون عندنا يعني عندنا أمور طموحات تكون على أفضل مستوى إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله. ممكن تخبرنا عن الخدمات اللي الشركة بتقدمها للناس؟ الخدمات هي عبارة عن جلب الزبائن من المطار إلى الفنادق، من الفنادق إلى الأسواق، وأيضا يعني السياح ممكن يعني نبقى معهم مدى النهار، نأخذهم بأماكن هم محتاجينها، سائق مع السيارة مع خدمة ممتازة مع مشروبات غازية أو ماء أو بعض الأمور اللي ترحب بزبون فيها كضيف للبلد، ومع روائح يعني استضافة السائقين مع كافة الأمور اللي هي استقبال الزبائن من ناحية النظافة يكون بشكل لائق بالشركة. وإن شاء الله يعني عندنا أفكار مستقبلية تكون طموحات إن شاء الله نبدأ، يعني ما في داعي نحكي فيها لأنه عندنا أمور غير يعني بالتجهيز إن شاء الله حتى ما تأخذها منها الشركة الثانية. كيف تميزتوا في ظل المنافسات الشديدة في دولة الإمارات؟ التميز هو اللي نحن تميزنا فيه هو عبارة عن الإخلاص والعزيمة، نستمر على شغلنا حتى تميزنا، لأنه كل شيء فيه يكون فيه عزيمة. وأنا تعودت على أني سابر بالعمل اللي أنا بدي فوت فيه حتى أوصل للنهاية، وأهم شيء هو يكون في صدق بالعمل، هذا هو التميز اللي نحن نتميز فيه. بس إضافة لسر النجاح، هو مش فقط نجاح، هو طبعا هو توفيق من الله عز وجل للنجاح دائما، بس نحن الخبرة اللي هي 30 سنة بأمور التجارة وعواقع الأرض، ثقة الناس فينا، يعني أنا جبت معي خبرتي من أستراليا، 25 سنة تجارة ما بين أستراليا والصين اللي هي import export، يعني أغلب الناس اللي بأستراليا اللي بتعاملوا معي بالتجارة ثقتهم فيني عمياء، لدرجة أنه لو أنا طلبت منهم أي شيء تجارة بدبي ما بيمتنعوا، لأنه الثقة مهمة بالتجارة. وخبرتي بالواقع على الأرض هي اللي مدتني بأني طور شغلي وأعزم أني فوت بدبي، والحمد لله رب العالمين إن شاء الله بنكون يعني ثقتنا اللي هي مدينا من الله عز وجل تكون يعني ثمرة إنه بالقريب العاجل إن شاء الله. شو الرسالة اللي تحب تقدمها لحكومة دولة الإمارات على نعمة الأمن والأمان اللي هي عم بتقدمه للناس وعلى الدعم المستمر للمستثمرين؟ بالحقيقة يعني أنا مبهر بشكل ما تصور ليش مبهر بالأمن. نسأل الله عز وجل يحفظ الأمن والأمان بهذه البلد، لأنه هذه اللي هي أول شغلة عجبتني بالبلد اللي إجي عليها، إنه الأمان اللي شفته بدبي ما وجدته بأي بلد. أنا زرت يعني بلاد كثيرة، فما أكبر أعظم دول بالعالم ما وجدت الأمان الموجود بدبي، بالإمارات عامة. فالله يحفظ البلد، ونشكر العاملين على هالبلد والقائمين عليها، ونسأل الله عز وجل أعطيهم الصحة والأمان. والشعب الشعب الإماراتي اللي بالحقيقة يعني يعاشر طيب، شعب طيب،
نصر الله عز وجل أنه كمان يمدهم بالأمن والأمان الزائد. وختام الموضوع أنه كمان يعم الأمان على الدول العربية والإسلامية عامة إن شاء الله. ممكن تخبر المشاهدين كيف فيدرو يوصلوا ويتواصلوا معكم؟ إن شاء الله نحن المكتب الشركة موجود بالكوز فور، أيضا عندنا يعني ممكن تتواصل معنا على أرقام الشركة موجودة، بالإضافة إلى موقعنا كاتشينجو ليموزين على الماب، وعندنا ماب خاص فينا إن شاء الله، الأب بتاع الشركة خاص إن شاء الله زبائننا ممكن يستخدموه، خاص يعني نفسه مواصفات اللي هو عبارة عن أوبا وكريم، نفس المواصفات إن شاء الله. شكرا كثير أستاذ أحمد، حياك الله. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، تابعونا كل جمعة وسبت على قناة ABC. دمتم بخير وفي رعاية الله.